منظر بعقد بهدلته بهدلة اوف يعني when it's meant to be it's meant to be كمية الأخضر والألوان تنوع كتير كبير 11 different habitat هل هي الأرز اللبنانية؟ بيقولوا انه العذرة كانت تقطع كتير بهيدا المنطقة منشوف شي هلأ منشوف شي عم بيهربوا منه صار فين فرع لبنان؟ لا ما تفكر شي Keeping it healthy. اليوم نقيت جميع أنواع الفواكه المجففة والطازجة مع يوغورت على الوجه. عم ناكل فات كفاية. وخنزير وإشياء مقلية. هن ثلاث أنواع ترويقات. هي الكرسي بتغير. هون صارت في خشب. صارت قاعدة حلوة. هون في VIP. وفي VIP. وفي لكل الناس التربية بس هي ذاته الديسبلاي هو ذاته التشويسز هن ذاتهم بالمين اريا اهم شيء في لايف ستيشنز اذا عبالكم بيت وكل الشغل صح حبيت كتير الترتيب النظافة القهوة الموظفين اللي عم تضحك واحد واحد الناس يلي هون جايين مبسوطين مرتاحين I'm loving it كانت اكسبيرينس كتير حلوة 3 ايام الأوضة مريحة، التخت مريح، الـ AC منيح، الترويقة حلوة ما جربنا البولز بس positive vibes around the hotel من هون منفل ونقلع نهار جديد اليوم في مفاجأة كتير كبيرة أبرص عنده أرز رح تنقز شوي معقول بلش ببرجر هلأ جينا لهون قبل انبسطنا هون وقالت لي طب أوكي طالما أخذت الترويقة فيني دوقك شي برجر طالما على الغدا ما عم تجي حكينا بالموضوع انه it's a street food place وكتير تحمصتنا فيه اسمه استريلا وقالت لي her favorite ضو عيونها هي عم تحكي هو هيدا الشيء it's the Mexican burger شقفة اللحمة كتير واضحة وسميكة في جواكامولي بندورة مفرومة صغير منة كبيرة وسميكة شقفتين بيكن من فوق سميك ومستويين الخبزة بين ايدي يعني تحت ايدي حساسة قديش طرية واو من قلع شكلها بالصورة كتير كتير حلوة يعني انجيد فليفرز بقلب التم كتير حلوين كتير حلوين في لحمة احساسة مكسيكة في بيكن كتير لذيذ مع شوية هيك سويتنس كتير حلوة في جبنة شادر مظبوط بس مش احساسة تشيب جواكامولي تحت very good stuff غير قلت ستاف واللحمة منا ملبدة منا ملزقة أربع لايرز بيكن This is breakfast أنا ما بتاكلوا صوصج على بكرة ما بتاكلوا قوارمة على بكرة ليش لا بطاطيتهم طيبين الترويقة بدأت حلية ايش هون في شيء كريمي مثل اللبنة ريحة هذا الدسير حلو كتير موزيتهم ريحتهم حلوة very refreshing وريحة الفانيليا بقلب الوافل Good stuff. Enjoyably sweet. Very good quality. Waffle and whipped cream and Oreo. عن جد شاطرين. رجع لهون. على قد
هيدا النص سد، لانه مثل ما شايفين قاعد بين جبال ومسكر من كل الميلات. في جبال 600 متر ب70، رابع اكبر سد. كانافيو فيه 17 مليون متر مكعب مي، ومهم كتير لانه الارض تبعه سبيسيال وبيجيب مي مزبوط. يعني شويه تفاصيل علميه كتير اش بدنا فيهم. منظر بيعقد. انا ما راح اخبركم انه قاصدين نجي لهون ونقلكم انه نحن فكرنا فيها، لانه نحن بكنيسه ومش هنكذب. بس فتح الباب، فتنا على هالمحل، وقفنا بالغلط لانه كنا عم ناخد صور لدرون وفتشنا على جوجل مابس وقرينا. واو، مناظر كتير حلوين، من الاديره كتير حلوين، يلي من مال في حجر وزخرفه ونحد بالحجر، من مال في ارميد قديم وباري ملونه على خشب، من ميل في دهان على الحيطان، كنيسة جوا رائعة، قناطر رائعين. حتى لو البيوت هون ما فيهم قناطر، هذا الدير فيه كتير قناطر. كنا عم نحكي على الطريق انه ما شفنا كتير كنايس او ما شفنا وجود للعذرة كتير، وإز بتطلع بوجنا. اوف، يعني when it's meant to be it's meant to be. مارك، وانت كمان لك شقفه من هالموضوع. ايه عن جد والله، وكله بالصدفه مثل ما انت قلت. يعني اكتشفنا الاسم صعب، يعني مش هيك رح نترجمه دغري. اسمه السيده تبع الجولدن بومجرانيت، يعني هن الرمانات الذهبيه. في كذا خبريه مش النيتشر والرمان زابطه، واحده منهم يعني هي سيمبل الفيرتيليتي، الخصوبه. كان بك عم بيحكوا عن العذراء وعم بيحكوا عن افروديت قبل هون. في فيرسيون بتقول انه المنطقه كلها كانت معروفه برماناتها. هلا anyways، في بيقولوا كمان انه في مونك اسمه إغناسيوس بال1152 لقى ايقونه للعذراء على البحر، جابها لهون وعمر الدير من وقتها. والدير كثير مهم، ب15 اب مثل عنا بيحتفلوا كمان بعيد السيده. وشغله كثير كثير مهمه، في جوا ايقونه كمان بيقولوا انه مرسومه من ايام لوك، يعني عم نحكي عن لوقا واحد من الرسل الاربعه. شغله كثير مهمه. وهلا قالوا لنا انه فينا ننزل نصور الواين، كثير معروف باحسن بدايه الجزيره كلها هون في الابارامون ميوزي القديم، وصاروا عندهم واينري كثير حلوه قريبه من هون. نحن اول ما وصلنا على الباب طلعوا فينا هيك خمسه، وقفوا خمسه قدام الباب، بيناتهم الابونا، سكتوا، قالوا لنا هاي، سكتوا، هاي، سكتوا. عم تعملون؟ قالوا لنا بعدين انتم من وين؟ قلنا لهم من لبنان. قال اه اوكي تفضلوا. في محبه بين بعض كثير حلو. على الحيطان وين ما كان في، ما في تصوير، ممنوع تصوير، ممنوع تصوير. واذ ما خلونا يعني ما قالوا لنا لا، وهلا عم بيعزمونا ننزل على الواينري. قبل ما ننزل خلينا ناخذ وقتنا ونفرجيكم تفاصيل هالدير، بيستاهل برمي وحده. يلا موسيقى. Thank you.
وصلنا على الواينري. كل المعدات القديمة يمكن البريس كله على الإيد تحت العقد. عم برجع اطلع على هالدير من برا من جوا، القناطر اللي هي بتشبهنا كتير، الفخار القديم اللي بتعرفه من زمان نبيد كان ينعمل بالفخار. وهون عاملين متحف صغير، ليش؟ لأنه نبيداتهم بطلوا يعملوهن هون، نبيداتهم صاروا يعملوهن بغير محل وفتحوا لهم معمل بعدين. الأنفورس الكبار هول الفخارات الكبار يلي بيحلم كل واين ميكر يكون عنده إياهن. نحن بلبنان ما وصلنا على هالكبر لأنه استعملناهم للعرق 1794 وبعدين نبيد هون. نبيد مضبوط بهالقوض بهالخبيات بعدهم بيعملوا نبيد بس مش هون، نقلوا على معمل تاني. شو هالاكتشاف؟ شو هالاكتشاف؟ شو هالاكتشاف؟ واو. ها عبيلي فيلم من هون عم بتخيل بس اذا استقبلونا نهار تغدينا معهم تروقنا معهم قضينا وقت معهم. شفنا راهب واحد كتير كبير بالعمر، ان شاء الله يكون في غيره هون كمان. بس الرواق وال هيك السلام مش معقول. رح اخد كم قنين نجربهم. وعندهم هون 1997 دراي ريد واين. كنا عم نحكي عن بيت انه مهم، ما كنت عارف انه بيبيعوا حتى هون، فنحن ضاهرين ما شفت بيت مفتوح والست قاعده هون، قلت اساسا بنشجعهم بنفعهم وبناخذ البيت بندوقهم، اذا صار لنا الوقت نرجع نفتح بهالحلقه بندوقهم. ايوس الايس شكله مثل مارليس يمكن. ايوس اندرونيكوس. خلينا نطلع بالبراندنج، البراندنج مرتب، نافر، كل التفاصيل اللازمه، ريدي فور اكسبورت، كيو ار كود. عم نحكي هاي انجن، عم نحكي مرتب مش نبيد الدير هيدا السويت واين تبع الضيع. هسا نبلش بالابيض. ريفيوز على فيفينو ار انترستينج 3.5 3.6 بس على 800 ريفيو ففي في عجقه منيح صايره. هسا نبلش. ببلش دراي نوز منه سويت كوبر. عالم أبرص ملون باللون الكوبر لأنه كانوا كتير معروفين هنا هون بالكوبر. دراي yes. كتير خفيف على التم، شوية مثل إذا بدنا حد ما بحب القهوة الآسية، القهوة اللي طرية. ما في سويتنس أبدا، ما في فروتس، it's not even floral. دراي هيك شوي بذكرني بالخشب بالحديد بال هيك شتوية. وإذا انتبهت ولا أنا ولا أنت ما قرصنا ما سعلنا صح. Beautiful start. رح نكفي على الروزي هون قلنا أكتر شوي على مثلا هيك رمانة. Very soft very subtle. اوف مع شقفة جبنة بيطلع بيعقد. هيدا اللي بيقولوا له الروزي اللي خارج بحر. I love it. خفيف بيعب التم، منه بايخ، منه احمر ومنه ابيض، something in between بس very interesting. بيتاكل مع قعدة ميزة بارتياح. كاسك منكفي على الاحمر. لون حلو، لون كتير حلو، لون أحمر مارون أسود، يعني هاللون الدانس البوردو البلوتي. ريحته خفيفة. كيف
كتير خفيف، ما بعرف اي سنة مش مكتوب عليها، بس كتير خفيف، ما في طعمة خشب، ما في تعتيق. هيدا شافت لحم حمرا لانه خفيف على التم. Very nice. كلهم عندهم اسامي اوريجينال. It's a good rich wine. قريب على القلب، ما بده كونيسور، بيشربوا من مكان. شيراز ايوس الياس. غزينيستيري اللي هن اللوكال فرايتي، ايوس اندرانيكوس، يعني كلهم اديسين. مرانا اديسي كمان. وهون عنا شيراز مرة تفتيكو، شيراز كمان مرانا. هيدا اللي انا ما بعرف اذا كثير منيح. غزينيستيري، غزينيستيري هو العنب اللي هون بيزرعوه على الارض مثل ما شفنا بحتشيت. الروزي والاحمر معمول من زيت الفرايتي. كول شيراز ثانيتون. Amazing discovery. Amazing. الدير صور القصة من بداية. Beautiful. واو، مناظر بتقطع النفس. طلعنا من المدينة، قطعنا كل الواين فيليجز، يعني عاملين شيء اسمه واين تورز. في واحد يعمل سفرة كاملة بس للواينريز، وفي كتار، عملنا 55 معترف فيهم. وبعدين طلعنا بلشنا نفوت بالجبال على التلة، حسيت حالي بعكار غابة العذر. بعدين فتنا على محمية أرز الشوف، غابات مسكرة على بعضها، كتير سنوبر وشجر تاني كمان. تنشوف مارك وين ضاع. وين صرنا يا مارك؟ ولا صرنا بمطرح كتير حلو. بعد شوي رح نوصل على غابة الأرز، بس هيدا إذا بدك الإيكو سيستم دغري اللي قبله. هون في عنا سنوبر اسمه بينوس بروسيا، بس حوالي في كل الشجر التانيين اللي كتير مهمين. يعني بشو بتتميز خاصة بالبيستاشيا كنا عم نشوفه، بس هون عم ببلش نوع شجر ما شفناه كتير قبل، اللي هو نوع سندان. هلا هون اسمه كواركوس النيفوليا، هو ورانا هون بس كتير هونيك. هيدا بتشوف ورقتها مختلفة، يعني جدا واضحة، لأنه ورقتها هلا لو في البلوطة كنا شفناها، ورقتها بتشبه الآلن يلي هي الأولن شتلة دغري، هيك بتعرف إنه هي ميزة. هون عم بتبلش تكتر كتير. أكيد دايما السنوبر هو أعلى إتاج، بس دغري هولي في تحته مع بطن عم نشوف كتير شجر بنشوفهم من ترانين موجودين هون. والنباتات يلي على الأرض، بس مرة تانية بقول لك لو نحن بما هون في شي 3 نباتات جدا مهمين، بس ما عم نقدر نعطي اسمهم 100% لأنه ما في زهور، بس في سيست، في أنواع من اللامياسي، شي رائع هون كيف عم تتغير الإيكو سيستم كله. كان ده سؤال بعد ما حكينا فيه، ليش ما عندهم زعترنا؟ لأنه الأوريجانو تبعنا سيرياكم هو ما إجا هلا هون جزيرة، هو إذا بدك الامتداد تبعه تركيا، أردن، سوريا، فلسطين، في منه بسيناء بمصر، بس ما في منه بقبرص، في غير زعتر، عندهم أنواع بس ما عندهم الأوريجانو سيرياكم تبعنا. زيادة لأنه قلت لك في كل الشجر بس ما كنت منتبه له من كنا وقتين، دغري لما بتشوف شجرة من الترانة جزعة أحمر بتكون الأربيتوس يلي هو الأطلب يلي دقنا بارك ما حبيناه. وهون كمان لتشوف قديش الفوري مكتملة، في عنا أكيد الحنبلس يلي هو الميرتوس كومينيس، وكل ما هيك بعد على الطريق بتشوف السيست يلي هي هون. لو عنا زهرتها لنعرف إذا هيدا بيضة أو شو كنا منقول أي سيست. ونباتات رائعة، هيدا أنا عم تريجر تشوف إذا هيدا من الوحدات يلي كتير مهمة للآيلاند، بس ما في الزهرة هلا بنشوف بعد شوي. هيدا أنا هلا عم تريجر لأنه بعرف العائلة، أوكي؟ عادة لما بتشوف في أوبوزي يعني كل ورقة إلى ورقة، وفي هون التيش كاري إذا بتطلع عليها، يعني إحنا بعائلة لمياسي. هلا تعرف هيدا النبتة عايز زهور، عايز اكثر كاركترستكس. راسي ما قادر حدد بين 30 شتله، فبدنا ناخذها شوي نشوف اذا كنا لكن نلاقي زهره. وهيدا مش عيب، اقوى بوتانست بالعالم اوقات من دون الزهره والفواكه ما فيهم يسموا النبته. عرفت المربع مزبوط، يعني متعلم من هذا الموضوع انه هول الناس اللي بيكونوا ماشيين. انا بعرف يصير يشبق كلمات، بنقول له تيك بريك، هذا بنقول له مثل اللي بيعرف هيدا انه مين.
تذكر؟ انه ماشي ابو ايدان وبين بنقول له روح داير اثنين. Happiness comes in many forms. عنجد. واحد ساعد بيوصل لهون وبيشوف يعني أنواع الأشجار من ميل، الرواء من ميل، احترام الطبيعة من ميل، النظافة من ميل. واو. والشجرات والأرزات، يعني الأرزات بميل والدنيا كلها بميل. أولا نفوت نحكي عنهم ونتعلم عنهم، هن شجرات الأساسية اللي احنا عنا هون، بس منهم بقدم تبعنا، يعني عم بيقولوا ماكسيموم 500 سنة. هتا نفرجيهم الجنة اللي احنا واقفين فيها. من متفرج مش علمي، نحن معودين انه ساعات بتقول غابة ارز او محمية ارز، يمكن 90% منها ارز، يمكن عنا اعلى وما فيها هالقد بايودايفورسيتي قويه. نحن وصلنا على محل الاساسي بالنص تبليشه غابه الارز وشفنا انه ما في نص متر مربع على الارض ما فيه ما بعرف كم نوع شجر. شو منبلش نكتشف هون وشو منتعلم من هون؟ معك حق، يعني هون الغابه كتير كبيره، بس الارز هو مع انه الدومينانت سبيشيز مخلى غيره يعيش معه، يمكن لانه منهم قدام كتير، يمكن لانه ما بيعلوا وقت ارزتنا، يمكن لانه ما بيقطع معزه هالقد، في كتير اكيد اشياء تنفسر لي. شو عم نشوف؟ عم نشوف الالوان، الالوان كتير رائعه، فمبين قد ايه في السنديان معه يلي هو ما له علاقه بالسنديان تبعنا، اسمه الكويركوس النيفوليا قلنا عنه قبل، بس كمان معه اطلب حتى حد المي في دلب. عم نشوف كمان من بعيد شفناهم كتير سنوبر هون، وعم نشوف معه هون كتير انترستنج ان شاء الله نلاقيهم عن قريب. عنا انواع للزب، في اثنين هون، في الجينيبرس فيتيديسيما وفي الفينيسيا. كيف نعرفهم من بعضهم؟ نرجع نقول هذا الموضوع، انا من بعيد ما في اعرفهم، بدي اكسر جلبيول. الفيتيديسيما فيها بذره او اثنين، بينما الفينيسيا فيها من 3 إلى 8، سو اكسر تعرف اي وحده. تنوع كثير كبير، ومش بس تنوع بالشجر، في تنوع شتل هون بهالمنطقه اذا ماني غلطان. بجبل ترودوس في 11 ديفرنت هابيتات تايب. نحن ما حنعمل هايك، اذا عملنا هايك كنا بنشوف عدة هابيتاتس. فيها 3 نباتات محمية لأنها اندمك، في حيوانات، في كل هالحياة هون. في عنا الإعلام اللي ما عم بيخبر هالبارت تبع قبرص، يعني نحن أنا ولا مرة بشوفهم ولا مرة فكرت. ساعات كانوا يقولوا لي في حرايق بقبرص، ما كنت أعرف أنه شو يعني. وهلأ فهمنا ليش في حرايق أكتر، وليش الدفاع المدني وقف هون حدنا. صح. قاعد بس ناطر، مش مسحة ولا نص متر مربع ما عليه أو نباتات مغطى او شجر. وكنت عم بتقول تقريبا صار في 5 أو 6 انواع شجر من هول الشجر اللي احنا معودين عليهم. في غابه ارز، غابه الزيب. صح. او غابه شوح وغيره. الشمس كيف عم بتفوت من ميل لميل، كميه انواع الاخضر اللي موجوده، ريفلكشنز اللي عم تطلع، السنجاب من هون، العصفور من هون. كيف نعرف ان احنا هون بمطرح فيري هيلثي؟ اولا بنشوف ورانا الموس، وعلى الشجر عم نشوف هول اللي كان الموس واللي كان ما له علاقه ببعضهم ابدا. الموس هن شتل بس ما عندهم زهور، ما بيعلوا بالطلوع،
بدون يعيشوا دائما حد المي اللي كان هي ما لها علاقه بالشاتل دايركتلي. هول هن مخلوقات كليا غير، هي اسوسياسيون سامبيوز، اتفاق بين شامبينيون والج. هيدا مكون من الاثنين، صاروا فرد كائن. بتقلا الشامبينيون للالج ليك شو رح نعمل، عايش معك بعطيك شلوشه بساعدك نجيب اكثر مي. الالج بتحولهم لمواد عدويه وبترجع بالطعميه، وهيك اثنيناتهم بيقدروا يعيشوا هون. ليه نحن انترسي فيهم؟ لانه كل ما بتلاقي منهم على الشجر وهيك معناتها اتس هيلثي انفايرمنت، يعني هيدا انديكيتر انه انت بمطرح الاكسجين منيح تقدروا يعيشوا هون، وبساعد كثير اذا بدنا نقول بحياه الغابه لتكون غابه منيحه. هل هي الارز اللبنانيه؟ لا، ليك حبيب وجهنا شوف حتى الكونس تبعها كيف. انا رح اقول لك اذا هي الارز اللبنانيه او لا، حسب هن كيف بحبوا يخبروا الخبريه. هيدي هون هن بسموها سادروس بريفيفوليا، يلي بيعتقدوا انه هي بس يونيك لهيدي الغابه اللي هون، عمرها تقريبا 500 سنه وبتعلى ل 30 متر. بس بتطلع فيها بتحسها بركي هيك بالشكل منا هي ذاتها. هاويفر دراسات الدي ان اي فرجت انه لا، هي منا بس لأبروس، هي ذات الارز اللبنانيه. اذا ما نحكي دي ان اي ستاديز مع انه مبين شكل مختلف. حاليا في ناس بفضلوا يسموها سادروس ليباني فارب ريفيفوليا، في ناس بيقولوا بس سادروس ليباني على الحل. هي بتشبه ارزتنا، هي ذاتها ونفس الوقت فاريتي منا. يعني عم نطلع هون تقريبا نحن على اي علو؟ نحن بتبلش الارزات عاده بين 900 متر، في منهم بيوصلوا لل 1006، ما بعرف اذا نحن بهيدا العلو، مع انه المونت اولمبس رح نطلع عليه هو شيء 1950، فهيدا الرينج تبع الارزات. بلبنان الارز ببلش على 1000 بينتهي على 2200. إذا بترسم وبتحب الرسم بقلك هون إلك، إذا بتحب الأخضر هون إلك، إذا بتحب الرواق هون إلك. كمية الأخضر والألوان رائعة، ونحن مش بالربيع، أكيد بدنا نرجع بالربيع، أكيد أكيد أكيد. بيقولوا انه العدرة كانت تقطع كتير بهيدا المنطقة، ان كان اوقات في عدة اخبار، يعني منهم انه كانت تجي تزور اليعازر وهيك. هلا كانوا كل ما تقطع العدرة السنوبر اللي هون كان ينحني له، فلا هي عمليا تباركهم حولت السنوبرات اللي كانوا ينحنوا للارزات، هيك بخبروا. ومشان هيك واحد من اساميها بالجزيرة للارزة بسموها سنوبر العدرة. وصلنا على المفلون يلي شغلة كتير كبيرة وقصة كتير كبيرة، وهن حيوان البلد الأساسي أكتر من الحمار اللي حكينا عنه قبل أو ناس مفكرته. تمشي 150 متر بين الشجر بنوصل ومنخبركن. هيدي السيكلاما مش مثل تبعنا، هيدي اسمها سيكلاما سيبريوم، يعني تبع أبروس. نحن عنا في السيكلاما بيرسيكوم، سيكلاما كوم، سيكلاما ليبانوتيكوم، هاي مش موجودة عنا.
وهي النبتة الناسيونال تبع قبرص، ولا الأرزات ولا شيء تاني، هيدي نبتة قبرص. كيف بنقوا النبتة والحيوان وليش مش شيء تاني؟ هلا الحلو يعني انه نحن احنا هون بسابع المفلون ورانا والنبتة هون يلي هن النبتة وحيوان قبرص، كيف بنقون؟ اولا بدها تكون يونيك للمنطقة، ما تكون موجودة وين ما كان، نفس الوقت بتكون في منها كتير بكثرة للشعب يعرفها، يعني اذا سميت له نبتة باخر الجبل شو رح يعرف وينه؟ يكون عنده معانا ان كان دينية ان كان ثقافية ان كان حضارية. والسيكلاما والمفلون بجاوبوا على كل هول لانه اصلا موجودين بمكان عندهم استفاد، عندهم هون مثلا فيهم يستعملون طبيا، والمفلون لعب دور تاريخي بالمنطقه، مثلا منع حرائق قد ما كان ينظف الغابات، كانوا ينقلوا بضاعه عليه، كان الاكل كيف عنا الغنم والماعز يعني هالقد مهمه. كيف بنعرف انه هاي هي سيكلاما سيبريوم يلي هي تبع المنطقه؟ الزهره بركه ما بدها لوحدها، الورقه مهم. هلا اذا تطلع هالورقه ما عليها الرسم اللي بتشوفها على السيكلاما تبعنا، بس من ورا حمراء، اهم شيء من هون مبينه كيف هي بركه مثل قلب بس مقرقطه كثير واضحه، هيدا الدلال الورقه تبعها هي بتدلك اي سبيشيز، هيدا هي نبتة قبرص. واو واو واو، قاعدين نحن عم نطلع ورا الشبك وناطرين، هلا بنشوف شيء، هلا بنشوف شيء عم بيهربوا منا. واذ بالطبيعه فلتانين ام وكل ولادها، يعني فرقت معنا على دقيقتين ثلاثة بس لقطتنيهم من ورا. هلا هو شكله مثل المعزاية البرية بس هو أكثر يعتبر خروف، اندمك لقبرص، كتير مشهور بقبرص، أكبر ماميفير بقلب المنطقة، معود للجبال، يعني شوي مثل المعزاية الجبلية عنا السوداء، فهون زيت الشيء بيطلع بينزل وله دور كتير مهم خاصة وقت الأحراش، لأنه وقت الحرايق لأنه بيأكل منيح وبينظف الحرش، ورح تشوفه فرق كتير كبير بين الانتية والذكر يلي بتقوله مش معقول يكونوا زيت الشيء، شوي مثل عند الأسد يعني الانتية والذكر بتقوله إيش، فقاعدين على رواق بيخافوا شوي من الإنسان، بس هو المهربوا منه الحمد لله. بيوتيفل عن جد التصويرة يعني مثل ما لازم. هاي سنديانة والسنديان هو الناشنال تري لقبرص، شفنا من شوي الحيوان، شفنا الشتلة الشجرة هيدي؟ لا هوريك الدنيا مش بالكبر، هيدي السنديانة اسمها كويركوس كوكشيفيرا، بس الناشنال تري هي الكويركوس ألنيفوليا، شفناها قبل صورناها، بس هون هيك كلهم سوا واحد بعضهم إلا منخبرهم لنا منكون فرجناهم النباتات الأساسية النبتة الشجرة حيوان. والحيوان خلص صفين في على لبنان؟ لا ما في كثير اشياء. هيدا الناشنال تري يلي انا بفهم انه شو اسمه ورقته سميكه صح، اخضر من ميل اصفر من ميل او احمر كمان من ميل. ليه مهمه؟ لانه اول شيء هي فيها تعيش لوحدها، مثل ما قلت لك بتكون كثير موجوده بالجزيره اللي نقوها، بتعيش مع الارزات شفناها، بتعيش مع الصنوبرات، نفس الوقت بسلوبس كتير قوية، هيدا الشجرة بتقدر تعيش فيهم، تقدر تثبت التربة، تمنع السويل إروجن، وهيدا شيء كتير مهم، لأنه الشجر لما بيكون على الجبال ما بيكون في بقى زحول للأراضي، غير أهميتها التانية بتعيش مع شامبينيون بالأرض، حواليها بيكون في أكثر من 80 شامبينيون، بيساعدوا كل الغابة تكبر، ما حدا بيسأل الغابات، هن بالشامبينيون بيعملوا أسوسياسيون سوا، بيسأل الغابات وليك شو بيصير في خضر. مارك الطريق كتير خطرة صح، ضيقة يعني زمطنا 3-4 مرات مزبوط، بس عبالي نخبرهم قديش حلو، ولا بيت ولا زبالة ولا بطون ولا كيس نايلون ولا كيس نايلون ولا بيت، أهم شغلة مش كل واحد اشترى بيت لأنه معه قرشان عمره بنص الجبل ونسي أنه هو ما في يكون قاعد ب 4000 5000 متر بنص محمية، وبعضهم الأرزات عم بيلحقونا، حتى إذا انتبهت حتى لو تركنا من فوق بعد في وحدة متروكة هون وحدة متروكة هون، هذا البيزاج اللي بيكفي الخضار الرائع وماشيين عنا تقريبا ساعة كرمال 50 كيلومتر صح، قد ما الكواع قاسية وقد ما الطريق صعبة مثل الكواع المشنقة قديما بأرتبة.
مين بيقول تعال نزرع ارزتنا انه بالشرق عنا في هيك شيء؟ انا كنت فكر انه هول بس باوروبا بمناطق كتير فيها مي، أستريا، سويدن، ولا غلطة، ولا بيت، ولا أرميد، ولا خزان، ولا طريق برات الطريق. تعرف أنا شو عم فكر؟ أنه أنت عم تقول كل هول هلأ سألك عم يسمعون كلهم يعني نحن عنا مثلهم ويبليم كل شيء على الحرب. هن عندهم حرب بلاوة. لا وين الدولة؟ وين الدولة؟ عالسياسيين هن قطعوا بصعوبات مثلنا، هن كمان احتلوا نص نص وغيره، وانا حفوت بالتفاصيل مش شغلتنا. واذ الشعب ما بيكب سيجارة وبيحترم بلده وبيحب بلده وما بيكب على الدولة، تبعت على الكوع عاملين حتى ديكوراسيون، عاملين حفة بحجار المنطقة زيت اللون تما يكون حتى الحجار الحفافة جايبينه من درمان. بلد رائع بيستاهل نتعلم منه ونزوره. ساعة ونص جبال جبال جبال، خضار خضار خضار، محلات للبيكنيك، ممنوع حدا تاني يظهر براتها، ما في محلات، واحد يصف على جانب الطريق الا ثلاثة أربعة تا واحد ياخذ صور. وصلنا على النهر، صوت النهر واضح، هون في أكثر من ستة ووتر فولز بالمنطقة، شوي ذكرنا ب رح ناكل تريت تراوت، ذكرنا بمطعم النهر بسكنتا، بهول محلات هيك بقلب الوديان. رح ناخذ جاكيت لنزلة الحرارة ل 16، كانت عم تشتي هلا فوق على الجبل، صرنا على علو 1300 متر. نقلرات بكرة رح نفرجيكم أعلى نقطة هي 1900 متر. نهار سوبر طويل، صارت ساعة 4 بلشت تعتم هلأ بعد شوي. بناكل تنقدر نفكر بعدين نحكي الباقي. I'm Elizabeth. The restaurant is Psilodendro. In Platres we have our own trout farm and restaurant. I've been here for nearly 43 years. Thank you. عم نشوف كتير هون الهاوس واين يلي بيحطوه أو بالفخارة أو بالعنينة. برجع بعيد للمرة الرابعة، يعني أربعة أيام، إنهم بدايتهم عظيمين. بدايتهم كتير خفيف، they lack character إذا بدنا نقول، يعني مثل ما إحنا بلبنان فيهم هيك قاسين مع الطبيعة، هون كتير خفيف، مريحين، خرج أكل، لذيذين. عم بحب نبيدهم أكتر وأكتر. سلس يلا وقت الغداء. حبيتهم وقت ما وصلنا، حسيت أنا رح انبسط. نبلش أول شي بالسلاد، فيها ملفوف بالكعب، جبنة مثل كل السلادات، فيها زيتون وما فيها بصل، هيدا أهم شي. كنا عم نحكي كتير عن زيت الزيتون اللي ما عم نشوفه، هون عم نشوف زيت زيتون. خبزة على جنب، فينا نبلش نحس ونستطعم هالزيتات ونشربهم بالخبزة. زيتاتهم كمان خفيف، لونهم فاتح، اللي ما بيعني شيء. هات ندوب.
كيف خبطتوا مات عليهم عشان ما يكون؟ منبلش مثل العادة بشو؟ باللونزا رجعت ترجع again and again. حلو ميتون رائعين. وهاي مش معقول شو طيبة. سوبر سموكي مثل هيدا عندهم مثل الأوار معنا. Very smoky, very juicy, full and loaded with flavor. Smell and taste of Christmas markets. I'm a big fan. Big fan. خلص على وين. جايين لهون تناكل تريت. رح ندوق التريت. نص منظفة. لونه نص يعني ولا سالمون تراوت ولا عادة. نص مثل ما شايفين لونه بينكش. حسكتها كتير خفيفة وكتير رفيعة وبتطلع شقفة وحدة وإذا بقي شي جواتها ما شكلها تقتل. جوسي ووتري فليفرفل. بدها ملح بدها سي سولت يعني استعمل الموجود. هلا فينا نحط لها خل. جريت فرايز اند ذات لانش. قديه صار البيت بالاخر؟ قديه صار لي ما اكلت الجيلو وكاسترد؟ قديه صار لي ما اكلت جيلو وكاسترد مع بسكويت تحت؟ نحن بنسميه بسكويت غندور هون. شو بسموه؟ ماري. زيته زيت البسكويت المبروم. بتعرف انه اسمه وورلد وايد ماري. هلا بسأل يعني بس اذا اسمه هيك. جيلو البيت، كاسترد البيت، سكر. بس الاساس شو؟ الاساس هي هيدي اللي اسمها الحلفا. حلفا مش يعني حلاوه، هي سميد سكر. بتفرط مثل الرمل. بنشبهها شوي بالسميديه بس لا. يعني مش عاطلة، بتحسه بالسكر. كل بقية المكونات بيروحوا. شو مثل مهلبية مرغلة. بس هيدي هي ايموشنال. هيدي نهار السبت بعد الظهر بالبيت. بالصيفية بعد ما ندرس الدوفار دو فاكونس الصبح. كاش على فلا. You got money؟ إيه الرزقه. So أنت كمان بتأمل فيها؟ أخذتهم. Only him. Yes. Only him and. Yes. لا هي مش الأشوي. نقطة المصاري بالنص. أخذتها. Go to Lebanon to have his coffee, to have his meals, watch a good show, and come back. And then come back. Wow. That's when I was 10 years old. Cool. 62 years ago. And I remember this as clear as anything. So what was the first word you learned? Shway shway. Shway shway. Shweps? Shway shway. But the Lebanese are the opposite of shway shway in general. I know. Yes. But I've noticed how the women dress there. They're refined. Yes. And the men always, you know, smell nice. So beautiful words, thank good. You. Thank you. My pleasure. It's I'm only speaking the truth. Thank you.
طلع عندهم مزرعة كتير كبيرة مثل ما شفناهم عدة محلات عنا بلبنان. يلي بيلفت النظر انه ما عندهم ابيض وبينك او سوموني، لانه حسب ما شو بتاكل السمكة، والسمكة هون شكلها بتاكل بس الكروبات الصغار. عندهم كمان خفش اللي هن الكبار، هيدا السمكة اللي شايفينه عم الخارة الصغير، وكلهم موجودين من اصغر لاكبر. المي عم بتضلها تبرم كرمال يضلوا يتهوى، يضل فوت اكسجين. وطعمتهم طيبة، فبعتقد الاكل اللي بيطعمون اياه او الاهتمام الموجود هون اللي هو خصوصا قاعدين بعد اصلا موسيقى، يعني قاعدين على رواق، بيعمل منهم اكل طيب. شوية زيت زيتون، شوية حامض، ملح. انا كنت فضلت الملح الفلور دو سيل، وبتاكلوا شيء غير شكل. يلا بلشت تعتم، تشيك ان على الاوتيل از نيكست ستيب. واو، منتظر كل شيء الا هيك. طلع اوتيل تاريخي، كثير ناس مشهوره اجت لهون، كثير من الملوك، من الـ شو بسمون الهاي كلاس الانجليزيه ساعه الايام، كانوا انجليزون كانت هون. الناس اللي تعرفنا عليهم لهلا كبار بالعمر. رواق، موسيقى كلاسيكيه جوا، الفونتين برا، سانست بعد شوي، الالوان بتعقد. رح اطلع شوف اوضتي، وكتير ناطر اني اقرا تاريخه لهالاوتيل وخبركم عنه. اوتيل الجبل القديم، الشجر على اليمين، شجر على الشمال، طقس حلو، منظر حلو، سانست ورانا. واو، I expected everything إلا هيك. فكرت رح نضلنا على البحر وعلى الرمل. ما قبرص جزيرة على البحر، طلع فيها جبال وطلع فيها جرود وطلع فيها escapes. يلا بنحط غراضنا ومنركض على السانست ونشوف الضيعة. باقيين هون 3 أيام، في وقت. لكن بالضيعة ما لقينا شيء، عتمة، في سيارات بس ما في حدا يخبر. انجأ في اضوية الطريق، حاطين هول اضوية البيت تبع الكهرباء اللي ما بيضوا اكتر من شوي. فبكرة الصبح نفرجيكم اياها على ضو مع درون وكل شيء. رح نرجع نفوت على الاوتيل، نفوت على الكافيه، نشوف اذا بنشرب شيء سخن، والعشاء بعد شوي، بعد شي ساعة. كريم بخبركم، تخبرك الخبرية، انه هو طلعت الضيعة كتير صغيرة عتمة فيها مطعم او مطعمين. سألنا جوجل انه له دلنا وين لازم نتعشى، فعلى تقريبا 5 دقايق بالسيارة دلنا على مطعم اسمه ماكريس، ما بعرف ليش، على تقريبا شي 20 مطعم بالمنطقة. حسيت انه هذا هو، ريفيوز تبعه كتير عاليين. وصلنا على مطعم مزبوط كبير بس عائلة، شفية بينوا من ورا المطبخ، البنت اللي استقبلتنا اهلها هون،
وحاسس اني رح انبسط. بس مش هذا الموضوع، الموضوع انه كل شيء اكلناه اخر جمعه وتنفهم الاكل اليوناني او القبرصي بهالورقه كثير هني. بتبلش اول شغله بالابيتايزرز، الابيتايزرز اللي هن مثل الميزه تبعنا او الميزه عندهم كثير هينين وكلهم 10 صحون او 8 صحون، يعني اللي اكلناه زاتزيكي والطحينه واليوغورت والكيبرز والتراما والبيتروس والكولسلو والاوليفز والحمص، هول هن موجودين وين ما كان على كل صحن حقه 2 يورو بس، مش هيك صغير فيكون اكبر بصير اغلى. فهلا فهمنا موضوع المصاري بشو هو. بعدين بتنقلوا على الستارترز، الستارترز اللي اكلناهم وين ما كان عن جديد، حلومي تشيز، لونزا، مشروم، ساسج، باسترامي اور باسترما، كورجيت ويد ايجز، هيدي موجوده دائما، وجريل فيجيتابلز موجودين وين ما كان. هون بصير حقهم 3 كمان صغار. السلطات هن موجودين، روكا، تونا، تشيكن، يعني انترناشونال سالادز، والسلاد الاساسيه اللي بسموه هون فيليج سالاد، وحتى ما بحطوا شو مكوناتها لانه واضحه، بندوره، خيار، خس، ملفوف وبصل وشقفتين جبنه. بننقل على هون عندهم سناكس، عندهم فيش، عندهم جريل ثينكس. الحلو فيه انه عندهم هذا المنيو يلي رح ندوق منه كتير لانه هو الاكل البيت، يعني عندهم سباجيتي بولونيز بدل لحمه مفرومه بيعملوها مع بورك، رح ندوقها حتى لو بيعملوها على الطريقة البيتية، يمكن تذكرني بستة. بيعملوا رافيولي بيحطوا بقلب حلوم، أكيد رح ندوق. اللي صارنا جمعة بنكلهم هن مثل الساسج صغار البورك اللي محطوطين فات حواليهم، بس ما كان عارف اسمهم، اسمهم سيفتاليا. السوتسوكايا هي ميت بولز على رز، كمان شوي انسبايرد باي ذا ايتاليانز. في عندهم لامب ليفر سودا، يعني نحن بنسميها سودا قصبة، بيعملوها مع نبيد وبصل. فا وأكيد بنرجع آخر شيء في بورك تشيكن، بورك مور بورك again and again and again, chop belly, grilled, بالعدة كلها سوا. فتنغير شو عن النواشف اللي دائرين هالجمعة اللي هنا بالآخر لحمة 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 لحمة، بس لازم واحد يكلهم مع الحمص، مع مقبلات الحمص والترامة واتسترا تيصيروا شوي سوسي ويقطعوا. رح ندوق أكل مختلف. نحن بالضيعة ما بعرف وين، in the middle of nowhere بقلب الجبال، تنرجع نفرجيكم إذا شفنا هيدا أبروس. نحنا بالنص برمنا كل هالمنطقة، طلعوا هول عم بيضووا برمنا كل هالمنطقة وصلنا لهون. هلو هلو، it's olive oil and thyme. No garlic. No garlic. No garlic. You're the chef? It's the family. It's the family business. The family. Yeah. It's a family restaurant. It's oregano. And you're the father? Yeah, oregano. You're the papa? I'm Maria, my daughter. And it's your daughter? Yeah, my daughter. Amazing. You speak English? Not very good, but I can communicate. You're going to eat good food. We're going to test us. This is the first time? First time, and we're very happy. We come all the way from Lebanon for you. Daya Amuniatis. Azim. من وقتنا ما بلشنا، من وقتنا ما بلشنا، when it's meant to be, it's meant to be. لقينا منبتات ما كنا بلاقيهم بالعالم، إن كان هون كان بالأردن، فتنا على مطاعم ما كنا فكرنا، فتنا على أديرة ما كنا فكرنا، التقينا بهالست اللي طلعت قدامنا، أخذنا طريق غلط ساعت وصلنا على المحل المزبوط. وأكيد الليلة رح يكون 10، وكان عنا نحن على ليستا مطعم تاني أنا نقيته، طلع بسكر على 7، so it's meant to be ناكل هون. عن جد هيك بنبلش أول شغلة بريحة الزعتر. أوف، ريحة يمكن أكتر من منقوشة، ريحة كتير حلوة. هاي الخبز المحمصة، زيت الزيتون، ومنبلش منبلش منبلش. يلا الزعتر طبعاً ما بيتركوه حبوب كبار لأنه كتير صغير وكتير رفيع، بيفرطوه فرط، ما في سماق، ما في ملح، ما في سمسم، بس طيب هيك على خبز محمصة. ولا خبز أكلتها مش طيبة مع زيت زيتون وبس. ياي، مع رشة ملح بعد هلا أو رشة سماق. Beautiful, beautiful. كيف صرنا هون؟ صرنا هون لأنه it's meant to be، وكل شغلة عم بتصير بالسفرة واللي قبله واللي قبله. نحن هيك من آمن ساعة القدر بده يزبطها بيزبطها، ودايما فاتحة والحمد لله. كنا رايحين على مطعم ما عبالنا، فتشنا 2 على جوجل مابس، واحد طلع مسكر وجينا لهون. مبين كبير بس هو كتير صغير لأنه عائلة. الدموزيل أو المدام هي تعمل السيرفيس وضحكتها كتير حلوة، بيا بالمطبخ
اكلاتهم مثل بولونيز ورافيولي واشياء بتقولوا انه بس بالبيت. فهمنا كل المنيو، الضيعه اللي نحن فيها ما فيها بساينه عاتبه على الاخر، واذا وصلنا لهون طلبت رافيولي على طريقتهم عند ام شور رح تكون منيحه. طلبت لاول مره ورق عنب وكتير محمس ان اكلهم ودوقهم مع يوغرت. طلبنا بولونيزة، قالت لي بس مانا تليانية، هوم ميد. قلت لها بدي اياها هوم ميد، يمكن بتسكرني بستة. وماركة عباله دسير ومطاله دسير، بس رح تاكل معي رح تنبسط ورح تشوف. رح نفوت دغري هون ورح ندوق الرافيولي. تخيل، واو. A moment of silence، لأنه مش معقول. مارك تخيل عندك شقفة عجينة بيخة فيها حلوم مالح مرشوش عليها بارميزان. عم بتخيل منا الدنتي وقاسية مثل نيوكي هالتكستشر، بس سوبر طيبة مش معقول. فيها نفس، فيها حموضة، فيها ملوحة، فيها إحساس. وقبل ما نقضي على هول طلبنا وحدة قاطع يعني مع رز وبندورة، ووحدة مع لحمة. واللحمة عندهم دايما again and again، هيدا هو البلد، بلد الخنزير، and we love it. ورا عنب هلا أنا ما تلالي تسير، بس اذا بتشوف الفرحه على وجهك الدسر تبعنا وصل هالقد هالقد مبسوط. ولا الورق عنب اللي رقاق لدرجه، الرزات المطبوخين ومش ملبسين، الورق عنب يلي كتير كتير شفيه ما بيعرفوا يعملوه، حبه كبيره قصيره محشيه، وعندهم لبن هون لبن حامض. عن جد اللبن طيب هون، اللبن حامض. ورق عنب إن كان بلا لحمة ماي جودنس. ما تغير شيء بس لنصرنا بالضياع، لأنه صرنا بالضياع، لأنه من قلبهم، لأنه عيلة، لأنه أوف أوف. طيب شو بدي أفسر؟ شو بدي أخبركم؟ في ناس بتقول ما هن زيت التشبيه دايما، شو بدي أخبركم؟ مكوناتها كيف اشتغلها؟ شو بدي اخبركم؟ وجهي بيحكي اذا طيب او لا، بيحكي اذا خرج او لا، بيحكي اذا حد لازم تحطوه على الليست او لا. الاكل الناس بتعمل اكل، المكونات الكل بيجيب مكونات من عند زيت السبلاير، بيجيب بصف الكاميون بنزل الغراض. وبعدين في فن، في سحر، في احساس، مش مما كان بسيبهم. انا بدكم تتفرجوا تفرجوا ماكريس ريستورنت تياك 100%، لانه اللي عم بيعملوا beyond words can describe. بذكركم انه تغدينا من ساعتين ونص. هيدا جات سباجيتي، جات مش صحن، جات سباجيتي طوال مش مقصقصين، في بقلبهم لحمة شقف صغار، شوية بندورة، سباجيتي تبع البيت، سباجيتي تبع البيت. هيك تعطينا قال هي ليك ما رح تحبهم كثير لأنه صار سباجيتي البيت. او ماي جود مارك خويت، عن جد واو، probably one of the best dinners we've had. اوف لا هيدا رح ترى طلع كيف مش ملزقين مش ملبسين، بيلفوا بالصحن بيلقطوا على الشوكة. طب كيف ناكل شهيتنا؟ لأنه أنا مقرر ما أكل عشاء. إيه خويت انجوي، يلا كريم انجوي. مارك رجعنا على البرغل، ورجعنا على البرغل مع سباجيتي.
فطلعت مش محل واحد بيعملها، طلعوا كلهم بيعملوا زيت الشيء. نرجع البرغل اللي عم تشوفه هو برغل صغير ابيض مش اسمر، يعني مش البرغل تبع شو كان اسمه بتذكر؟ تبع التبوله اسمه برغوليه شيء هيك لما فهمنا على بعضنا. اوكي. حدا في لحمه مع بصل، كمان شغلة كتير بحترمها وبقدرها انه ما عنده الرز عكسنا يلي صار الرز تبعنا، احنا كتير شاطرين بنحب كتير ناخد العوايد البرانية، بس الرز تبعنا صار كتير part of the culture. هون البرغل الاساس، شقف اللحمة هيدا واحدة من الاكلات القليلة لهلأ يلي فيها مي فيها ليكويد. الزبدة او لحمة مش معقول. واو طيب عم تدوب عم بتدوب دوابين يعني مهلهطة شو بقوله beautiful flavors beautiful flavors beautiful flavors. خلصنا صحن الباستا وقلت خلص نسيت انا كنت طالبين هيدي، رح اتأكد انه كلكم شبعتوا وما حدا بده من هاي تخلص الصحن وحدي. واو رح نتعشى هون بكرة كمان يستاهل. ما عندهم ديسير بس عندهم مربيات، مربيات عندهم نحن منلاقيهم اكزوتيك مربى مثل الجوز هون موجود بالمكان، مثل البطيخ هون موجود بالمكان. الجوزة هي وخضرة هي وصغيرة هي وعم تتكون هي وقشرتها بعدها شوي خفيفة من برا. قاسية مثل البطيخة بس ما بتقرش ما فيه شيء قاسي، بتشرب القطر من أطيب شيء عندي. البطيخ بطيخ الأبيض تبع البطيخ يعني ما بينكبه، يعني بيأكلوا أحمر من جوا بيجوا بيتكوا القشرة. Oh my goodness ما ورد ما زهر، طعمة بارفان طعم عن جد طعمة بارفان، تكتشر حلوة سكر حلو بتفقع هيك بتحطوها. بهيدا المحل اللي مبين كتير كبير مثل ما شايفين في عائلة بي ام وبنتهم ما بتعرفنا اول مرة، انبسط بضحكتنا انبسط بعدتنا، وصلت ادفع قلت لي لا ما بدي اقبض منك، قلت لها مش معقول ما تقبضي مني، قال بلا ما بدي تقبض منك هالقد هالقد. اكيد ما قبلنا وجعنا دفعنا بس كان ضروري خبركن ما بيستاهلوا زيارة أكيد، كرامة حبوبين مهضومين قراب على القلب وقلبنا جيبنا لهون. جريت يمكن على بقيين ليلتين هون يمكن نرجع نعملهم زيارة ما بيعرف Good night. لك فرق الهيلثينس أنا خبصته. هون بقبرص فكرت هلا بالسياره كنا عملنا بارتي تو مفلو مين بدي بوظه انا مثلك عم فكر لاول مره ما بعرف شو عم يعمل حسه عم بيلعب عنا ما عنا وقت بدنا عنا بعد مفلو عنا اكل عنا هلا بصير يقول جاع جود درايفر مش كل واحد ركض تركض وراه علموك اهلك ترى فيني فوت صور الساندويش؟ لا ترى بصور لك ايديك قلت لي فل من هون هيدا المدام صارت من اكثر الناس حبوا بالعالم بهدلته بهدله بس اوف ذا ريكورد ما لحقنا ساندويش اوت اوكي حط اللسان بالساندويش اوكي ليتس جو الفاينل ساندويش ما في بوزة شمال ولا مارك هلا يمين شمال يمين شمال جيب جاكيت مرتي ما تحكي وتاكل شو رب بيتك يا ماما صابني بالعين حسيته بالفمو ليش بدي سيبك بالعين مفهومك ما تكون اطول مني يلا
سرقتها ولا ما هيك اخذت المصريات بتغير لها اخذت المصريات تروح تحكم حالي من حرقه الزعيم بس طلعت لك عزه من بعده انا بس عم فكر انه بعرف حدا بيقول مثل فريك اللي شرب لحمه والبطيخ شايف عليك